السلام عليكم. كنت عايز اتكلم عن حاجه اسمها نيرست نيبر كلاسيفاير او الكي نيرست نيبر كلاسيفاير، او ساعات بيسموه ان ان او كي ان ان عشان كي نيرست نيبر كلاسيفاير. الراجل ده من ابسط ومن اوائل الكلاسيفايرز اللي اتعملت. هو كالجوريزم بسيط قوي، ومع كده بيحقق نتائج كويسه ساعات في بعض الحالات يعني، بس طبعا بساطته دي بتخليه مش قوي قوي او مش فعال قوي في الحاجات المعقده يعني. الفكره ببساطه ده يعتبر من اوائل الكلاسيفيكيشن الجوريزمز اللي ممكن تكون طلعت يعني. الفكره ببساطه ان انت بيكون عندك شويه تيست بوينتس او شويه تريننج بوينتس تبع مثلا عندك، لو عندك الراجل ده كده وعندك شويه بوينتس هنا تبع كلاس 1 وعندك شويه بوينتس ثانيه تبع كلاس 0 كده مثلا، فمعك شويه بوينتس كده. طيب جالك بعد كده ايه؟ تيست بوينت كده. طيب اكلاسيفاي دي تبع دول ولا تبع دول؟ قال لك شوف الاقرب، شوف اقرب بوينت او اقرب بوينت من التريننج بوينتس للبوينت دي. واضح ان الاكس ده اقرب من البوينت دي، فهكلاسيفاي ده از كلاس اكس او از كلاس 1، ده كده كلاس 1 وده كلاس 0. هكلاسيفاي دي از كلاس اكس عشان اقرب بوينت جات لي هي هنا. لو كان تبع كلاس اكس، لو البوينت تيست ديتا طلعت او البرودكشن بوينت طلعت هنا، هقول ان هي تبع كلاس 0. بس ده كده نيرست نيبر، بحسب الديستنس وبختار اقرب ديستنس اشوف الكلاس بتاعها ايه واكلاسيفاي البوينت تيست از البوينت دي. طبعا الكلام ده سهل، بس واضح ان انا علشان احسب عشان اجيب اقرب بوينت محتاج احسب الديستنس ما بيني وبين كل البوينتس اللي موجوده كلها. فلو عندي 10 بوينتس مش فارقه، لو عندي 1000 بوينت برضو مش فارقه، لكن لو عندي مليار بوينت او عندي مليون بوينت ساعتها لا، ساعتها الكومبلكسيتي بتاعت الكمبيوتيشن هتبقى ايه؟ مؤثره جدا. فده من اسباب ان الكي نيرست نيبر او نيرست اللي احنا كان عندنا اسمه 1 نيرست نيبر، بشوف اقرب بوينت بالنسبه لي. فده من اسباب ان الراجل ده مش ظريف قوي في عصر البيج داتا مثلا. انت عندك داتا بالملايين، فلو انت عايز تعمل كلاسيفيكيشن عن طريق انك تقارن ما بين كل الحاجات دي، لا الكلام ده ما بقاش فيزبل يعني. انت محتاج الجوريزمز ثانيه ما تبقاش بطيئه قوي في الران تايم كده لما الداتا تكتر قوي. ماشي؟ طيب الراجل ده بنسميه نون بارامتريك كلاسيفيكيشن الجوريزم، نون بارامتريك علشان انا مش بحاول استيميت اي بارامترز يعني. عشان في النيورال نتوركس او في اللوجيستيك ريجريشن او حتى في البيز كلاسيفاير، انت بتحاول تقسم بارامتر مثلا دبليو ترانسبوز اكس بلس بي، فانت بتحاول تستيميت البي وتستيميت الدبليو. ففي الحاجات اللي انا باستيميت فيها بارامترز بسميها بارامتريك كلاسيفيكيشن الجوريزمز. الراجل ده نون بارامتريك، انا مش بحاول استيميت حاجه، انا كده كده اصلا بستور كل التريننج داتا عندي، لازم دايما استور كل التريننج داتا، ولما اجي تيست داتا بلوب عليهم كلهم واحسب ديستانس واجيب المينيمم ديستانس. فانا اسمي نون بارامتريك الجوريزم. كمان مش بحاول احسب اي ديسيجن باوندري يعني. خد بالك مثلا برضو في لما احسب انا في اللوجيستيك ريجريشن الدبليو والبي، فانا بحسب ديسيجن باوندري، بحسب لاين معين وبستور اللاين ده ويبقى هو ده ديسيجن باوندري بتاعي. نفس الكلام حصل اثناء اللي احنا بنتكلم فيه البيزنس كلاسيفاير مثلا، ممكن نجيب ديسيجن باوندريز معينه. هنا انا مش بستور اكسبليسيت ديسيجن باوندريز خالص، انا كل مره بحسب ديستانس وخلاص. مش معنى ان انا مش بستور ديسيجن باوندريز ان انا ما اقدرش احدد او افيجوالايز ديسيجن باوندريز، بس انا هفيجوالايز ديسيجن باوندريز عشان اعرف احلل الدنيا، عشان اعرف اطلع بحاجات. لكن انا اثناء الاكتوال امبلمنتيشن انا مش برسم ديسيجن باوندريز وبعد كده استخدمها في كلاسيفيكيشن. طب ازاي ارسم ديسيجن باوندريز؟ تعال نشوف كام مثال. تعال نشوف، نفترض ان انا عندي شويه بوينتس كده برضو، ادي بوينت وادي بوينت، دول كده تبع كلاس اكس ماشي، بوينت بوينت، وعندي مثلا هنا بوينت من النوع ده وهنا مثلا بوينت من النوع ده، دي التريننج بوينتس بتاعتي. طيب انا بكلاسيفاي ايه؟ بناء على الديستنس. فلو انا هنا لو انا هنا مثلا انا عارف ان انا تبع كلاس ده، لو انا هنا انا عارف ان انا تبع كلاس ده، بس النقطه اللي في النص او اللاين اللي في النص، لو انا في النص بالظبط، بيبقى الديستانس هنا للاكس زي الديستانس للاو، وبالتالي انا بعتبر نفسي على الديسيجن باوندري. الديسيجن باوندري هو المكان اللي انا مش بقدر اكلاسيفاي فيه نفسي. فواضح ان انا بالنسبه للنقطتين دول لو رسمت خط كده في النص، عايز ارسمه بشكل نظيف فممكن اعمل كده مثلا اللاين ده، لو انا بحسب اوكليديان ديستانس عادي هيبقى عمودي على اللاين اللي واصل ما بينهم يعني، في الاخر ده لاين مثلا. فبالنسبه للتو بوينتس دول كل البوينتس دي واقعه على الديسيجن باوندري. طبعا ممكن البوينت دي تاثر شويه بس ما اظنش يعني. لو انا بوينت هنا، تعال نشوف كده، لو انا بوينت هنا مثلا بعيده شويه هنا مثلا،
هل دي اقرب لده ولا لده؟ خلينا بقى نحسبها يعني، جايز يكون لما تطلع شويه تبقى تبع ده، فتعالى يعني عشان نكون اكثر دقه تعالى نشيل ده خالص عشان ما نعرفش نقعد نفسنا بايه بالكلام ده. حلو، فواضح ان الراجل ده ديشن باوندري ان الديستانس من هنا للاكس زي الديستانس من هنا للاو مهما بعدت باللاين. طيب نفس الكلام هيبقى هنا، يعني نفس الكلام هنا كده ما بين دي ودي، هقدر ارسم لاين كده في النص برده، وهيبقى ده هو ديسيجن باوندري، وهضطر ان انا اعمل كده كده ديسيجن باوندري عادي. طيب هل اقدر اقول ان البوينت اللي هنا كده تبع ديسيجن باوندري؟ اكيد لا، لان البوينت دي دخلت. خد بالك انا بس انا رسمت ديسيجن باوندري ما بين البوينت اكس والاو دي، بس تحت هنا البوينت اكس دي ظهرت. فالحقيقه انا محتاج ارسم برده ديسيجن باوندري بتوين دي ودي عمودي برده كده، وساعتها واضح ان الجزء ده مش تبع ديسيجن باوندري خلاص، الجزء ده تبع كلاس اكس. فهو الموضوع مريب شويه يعني. الراجل ده برده مش ديسيجن باوندري، الراجل ده قريب من الاكسات دي كلها. يعني لو عملت كده فانا ممكن اعمل حاجه زي كده. طبعا بس عيب بالحب، ان انا زي ما اقول انا كده كده اصلا في الامبلمنتيشن مش برسم ديسيجن باوندري، بس بحاول افيجوالايز حاجه عشان اقول ان انا من حيث المبدا اقدر اعمل ديسيجن باوندري، بس انا مش لازم يعني. نفس الكلام اقدر هنا كده ارسم ديسيجن باوندري كمان ما بين دي ودي، واظبطه بحيث ان هو يكون تقريبا عمودي، وديسيجن باوندري ممتد لما لا نهايه. اجي مثلا كده شايف ايا كان وات ايفر يعني، او تعال نظبطها احسن عشان يبقى لاين، عشان متوقع ان هو هيكون لاين مش مكسر، بس يعني ايه كل دي شكليات مش وات ايفر. ماشي، فواضح ان في الجزء ده اي بوينت يجي هنا او هنا او هنا او هنا كل كان تبع كلاس اكس، اي بوينت هنا او هنا تبع كلاس او. فبالتالي انا اقدر فيجواليز ديسيجن باوندريز، ودي بنسميها فورونوي دايجرامز. بس زي ما قلت انا مش محتاجها قوي اثناء الكلاسيفيكيشن. حلو قوي، ده النيرست نيبر كلاسيفاير. طيب قال لك في مشكله صغيره في النيرست نيبر كلاسيفاير ده. قال لك تعالى افترض ان انا عندي شويه بوينتس كده من نوع اكس كل حته هنا كده، وشويه بوينتس هنا من نوع واي، دول كده التريننج بوينتس. حلو، بس عندك بوينت هنا نويزي اكزامبل من نوع واي، نويزي اللي هي قشطه بيحصل مشاكل ساعات في وانا بجيب الداتا بيحصل ايرورز عادي. طب دلوقتي لو جالي تيست بوينت هنا، انا هكلاسيفاي هشوف النيرست نيبر هيبقى هو البوينت الاو دي، هكلاسيفاي ان هي او رغم ان انا متخيل ان هي جوه كلاستر كبير قوي من نوع اكس، لكن هكلاسيفاي ان هي او علشان في نويزي اكزامبل جه هنا. بالتالي قال لك اعتمادك على النيرست نيبر بس مش ظريف قوي، ده بيؤدي لبعض الكلاسيفيكيشن ايرورز، فهن انتروديوس حاجه اسمها الكي نيرست نيبرز. الكي ده رقم 2 3 4، يعني مثلا لو الكي مثلا ب 3، فانا علشان اكلاسيفاي البوينت دي هشوف اقرب 3 بوينتس. ماشي؟ وغالبا بختار الكي ده ان هو عدد فردي، يعني عشان يكون كده يعني. طيب فهشوف اقرب 3 بوينتس، لو 2 منهم اكس وواحده او هختار ايه؟ يبقى هكلاسيفاي از اكس. لو اثنين منهم او واحده اكس هكلاسيفاي از او، لو ثلاثة اكس هكلاسيفاي اكس طبعا، وهكذا. ساعتها هبدا ادخل كي نيرست نيبر عشان اعمل زي سموذنج شويه للديسيجن بتاعي. طيب انا كده ضفت بارامتر، ازاي بختار البارامتر ده؟ قال لك ما اعرفش، ممكن اعمل كروس فاليديشن زي ما بنعمله في النيورال نتوركس، اللي هو انا هقعد اجرب كده واشوف ايه احسن، يعني اقسم الداتا بتاعتي زي ما عملنا قبل كده لجزء مثلا تريننج، جزء فاليديشن، وجزء تيستنج، وبعدين اجرب قيم كتير للكي واشوف ايه انهي كي بتجيب قيمه احسن على الفاليديشن سيت مثلا، ساعتها اشتغل بالكي دي. ده حل، بس بيقول لك انيشال يعني ابدا بكي تقريبا زي راف استيميت كده سكوير روت اوف عدد البوينتس. طبعا ده راف جايد لاين، ده مش حاجه حتميه يعني، بس بيقول لك لو انت عندك مثلا 1000 بوينت، عندك مثلا مليون بوينت، خلاص اختار الكي ب 1000، فانت هتشوف اقرب 1000 بوينت ليك من المليار دول، فمثلا يعني عندك 10 مليار هكذا يعني. المشكله طبعا لو الكي طلعت صغيره قوي ساعتها انت هتبقى سبجكت للنويز زي اللي احنا وصفناها كده. لو الكي كبيره قوي، لو مثلا لو انا في المثال ده وقلت الكي ب 100، فالحقيقه انا اكاد اكون هاخد الايه الاكزامبلز كلها معايا وانا باستميت، بالتالي انا كده مش كويس. فالكي كبيره قوي مش حاجه كويسه، والكي صغيره قوي مش حاجه كويسه، محتاجه ابالانس كده الدنيا شويه. حلو، نكمل الفيديو الجاي ان شاء الله.